العراق هاي قصة غريبة جدا جدا. يهود العراق يفتخروا انه موجودين في العراق 2500 سنة من ايام المنفى الاول، من ايام هدم الهيكل الاول. لم يستعملوا يهود العراق اسماء عائلات، اسمه يوسف بن يعقوب بن روبن. طيب شو اسم العيلة؟ ومكتوب ولو كانت جنازة ومدفون يكتب اسمه واسم أبوه واسم أمه. بس في بداية أو منتصف القرن التاسع عشر لأسباب مختلفة كانوا بحاجة إلى مستندات رسمية، باسبورتات، كانوا يسجلوا الاسم الأب الجد أصبح اسم عيلة. في بغداد في القرن الثامن عشر 1741 و 1761 أعتقد كان وبائين وهيبة، هلك من الوباء ثلث من سكان بغداد يهود ومش يهود، وكثير ماتوا وكمان كثير هربوا ورجعوا بعد 5 سنين في بداية الخمسينات في 1750 استقروا شوية، وبعدين أجت الضربة الثانية 1761 ونفس الإشي. يعني لمدة 40 سنة 50 سنة انخفض عدد اليهود في بغداد. بعد رجوع اليهود إلى بس رجعوا ناس مش من يهود بغداد الأصليين، عشان استقرت العراق وتشوف من أسماء إيلات شيرازي، تهراني، حلبي، حلبلي، لي بالتركي معناه أصله من، يعني باللغة التركية واحد اللي أصله من حلب يسمى حلبلي، وتشوف ولانيادو وأسماء اللي هي من مناطق ثانية، وبعدين في أسماء كردية، في أحد بصراوي مش بصري البصراوي أو إربيلي مش إربيلي إربيلي، وهيك تتضح لك الصورة. وعندي 300-400 أسماء بغدادية اللي جمعتوا إياها. بعدين نهاية القرن التاسع عشر حكم باشي للطائفة اليهودية في بغداد دبر إعفاء لأبناء الطائفة من الخدمة في الجيش العثماني، ونشر قائمة كل أسماء الشباب من الخدمة، وهذا باسم ثلاثي أو رباعي، وأسماء العائلات من 1892 و 1896. يعني عندك لك رقم لا بأس به من أسماء العائلات اللي عاشت في بغداد في نهاية القرن التاسع عشر. المشكلة هدول بس الشباب، بس واحد ما فيش عنده أبناء، بس بنات، أو هو كبير بالسن ما فيش عنده أولاد اللي بيجوا إلى الخدمة العسكرية. يعني في خلل فيها، في الكوائم. عندما هاجر اليهود بصفة كبيرة من العراق استولت السلطات العراقية على مستندات أرشيف الطائفة اليهودية في بغداد، وسنة 2003 بعد تدخل الأمريكي إلى بغداد وجدوا أجزاء من الأرشيف اليهودي في مخازن المخابرات العراقية. بس انفجرت هنا أنبوبة مياه وأصبحت كلها برطوبة. بس الحمد لله في ناس فهموا اللي حصل، ثلجوها تحت الصفر وأخذوها إلى أمريكا بالطيارة مجمدة. وفي الأرشيف الأمريكي الفيدرال أركايف ناشونال أركايف عملوا 10 سنين لترميمها،
ونشروها سنة 2013 وهي موجودة على الإنترنت مستندات وأسماء وكوائم الخبرة كديشة اللي هي جمعية المقابر اليهودية وأسماء إيلات محتاجة للمساعدة المالية وكوائم طلاب في المدارس اليهودية ولازم تجلس مش ساعات أيام 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 عشان هي مكتوبة باللغة العربية باللغة العبرية أحرف عبرية بس باللغة العربية وكمان في أبجدية اللي تسمى نص قلم هي يهودية بس مش الأبجدية العبرانية العادية يعني في 1950 كان قانون في العراق يهودي اللي يترك العراق تسحب منه الجنسية العراقية وعملت السلطات العراقية نسخة في كل لواء من ألوية العراق قائمة بأسماء كل هدول اللي انسحبت منهم الجنسية العراقية حسب القانون من 1950 وكانت كمان تبقى محدودة بس لاستعمال داخلي للوزارات العراقية مختلفة الفكرة وذلك كان لو يرجع يوم من الأيام يهودي يطلب ملكياته و بيقول يلا طز أنت مش عراقي بعد 2003 سرقوا من المتاحف والوزارات والبنوك كل شيء وكان واحد عراقي وجد سجل في أسماء 38 ألف يهودي من لواء بغداد اللي سحبت منهم أو فقدوا الجنسية العراقية حسب هذا القانون بس هدول ناس كبار اللي ولدوا بعد 1935 كانوا يعتبرون صغار مش مشمولين يعني لو أجد اسمك واسم مراتك هناك لو عندكم أولاد أكبر من 15 سنة مشمولين أصغر منها مش مشمولين 38 ألف اسم أعتقد حزب رأي معناها حوالي 70 ألف اسم من وراء هذا أسرار مش موجودين بس الجودة مش كويسة أنت مش ممكن تعمل بحث بالOCR عشان الجودة مش كويسة على العين الإلكترونية لا تميز بينها لو بدك تبحث عن اسم عائلة معين لازم تقرأ 38 ألف اسم ويعقوب روزين عمل إياها وعمل